السوق لان بدخلوا واخيلا قول دابا شي شهر ديال الايام دابا باش خلينا نبدا دابا كاين لان ما كاينش ديال بوزنيقه وديال المكناس كاين لان ديال الهواره وديال تارودانت ولا ديال البرحيل هو اللي كاينين. يعني باش كيتميز يعني هذا المنتوج ديال هذه المنطقه؟ تيتميز بانه في الكرور ديالو مزيان وجوده عاليه ولكن المذاق ما كاين الصراحه الله ما نكذبوش على روسنا احسن علبه هو دكالا وبزنيقه ومكناس هما العلبه البروميان هما اللي معطور معروفه بهم المذاقه معروفه بالعنب لا ما كاين لا فرشه لا والو الحمد لله تنقول الحقيقه في دقيقه تنقول معقول تنقول الحمد لله لان داك الشيء تنقول حنا لا معقول حنا الشبابيه والمزاقيه حنا اللي عارفين سقطوا العنب كيدير امر ديال والدي العنب كاين مليح هو ديال الدكاله الرقم واحد ولكن ديال الدكاله الله يرحمه هذا العام ما كاين شي سنين دابا مع الماء الماء ما كاينش الماء ما كاينش كاين قله المياه لان داك العنب تيبغي دابا ديال البور هو تيبغي داك عصب الرمل تيبغي الماء والعنب ديال الثاني ديال كاين الثاني ديال مكناس هو رقم واحد وديال بوزنيقه وديال الصخير ولكن ما تيدخلوش هنا كذاب كذاب السلعه المليحه الكاليتي ما تدخلش هنا يعني زكاله كادير ما تدخلش السبب هو ان هنا الناس الله يحسن لهم ما كاينش ديك القدره الشرائيه حنا واخا سوس واخا تقول سوس يعني واش غالي يعني ذاك ديال بوزنيقه ديال بوزنيقه ديال الثمن شحال تقريبا تيوصل حتى ل 15 درهم 13 درهم يعني في الجمله هذا الجمله المواطن تتوصلوا 25 درهم حتى 20 درهم كاين دابا كاين اسواق عالميه دابا بحال اسواق السلام بلا ما نذكر الاسامي ديال هذوك ديال الاسواق الكبار تيديو دابا هما السومه تيديو السلعه دابا هما تيدوها ب 13 درهم وتيكتبوا عليها دابا هما 25 درهم 20 درهم في التكيده علاش يكتبوا عليها باش بنادم ما عندهاش بنادم ما تيسول تيقول لك راه كاليتي يعني ديال السوس دابا شحال دابا داير في السوق دابا ما كاينش نوع ديال السوس يعني نوع اقليم السوس يعني بحال قلتي جهه السوس جهه السوس هكا كاين ديال قال ديال الدارودان كاين ديال كاين حتى الجمله دابا شحال كاين 7 ونص حتى 300 درهم كاين كاع 9 درهم كاين شي وحدين اللي يبيعوا ب 9 درهم حتى 10 هذوك بحال قلتي دابا ما عندهاش ما كاينش ذاك ما كاينش عندهاش ما كاينش المنافسة دابا ما كاينش الأباطرة دابا هما شادين السوق دابا كاين اللي عندهم شادين مع الفلاح الكبار شاد لا المذاق مش عروسنا المذاق ما كاين الساعة حنا تنسقطوا دابا حنب سو السقاط لا تسول نسوش الجمالة الجمال تيبغي يبيع سلعتو سو لي السقاط الله يرحمه هو تيعيش مع المواطن وعايش مع السلعة وعايش مع هذاك السلعة كاين ما كاينش المليح ما كاين كاين وجه شوية التوجيه كذلك كاينه السلعه موجهه السلعه تيوجهوها قليل شي واحد اللي فيه الانسانيه اللي بيك السلعه مليحه يعني شكون اللي كيدفع الضريبه ديال الشخص المواطن يدفع الضريبه وداك البيع والشري البيع والشري ديال شي السوق دابا تيتكرفص علاش يتكرفص تيبغي يتقدوا ها هو العنيبه ديال المراقبه الله يجيب مراقبه ما كاين مراقبه كاينه على حساب اللي خارج شي صندوق هنا تيديه ولا شي مضل تيديه ولا شي كروسه تيديه والمراقبه ما كايناش ديال الاسعار يعني السوق ما مقادش والله يهدينا الله يهدي جميع امه المسلمين وهذا الشيء راه بزاف العلب كاينه عندك الفيكتوريا هي المليحه والموسكا وديال الدكان هما الرقم واحد الثلاثه هادو هما الثلاثه اللي كاينين ديال سوس باقي من السوس معقول هذه حقيقه في دقيقه يعني كلشي خصو يفهم نقول له واقع كاينش ما كاين المشكل ولا شي حاجه لان العنب ديال سوس ديال البرحيل وديال تارودات هو اللي كاين دابا محتكر السوق ومازال ديال كاين ومازال ديال المسيره واحد القضيه ديال مراكش تحيه الناس ديال مراكش البدايه هذوك الناس حتى هما عندهم علب مليح ولكن مابقاش عندهم الجوده كاين المنافسه كاين المنافسه وكاين الناس الكبار هما اللي محتكرين السوق والحمد لله الخير موجود الحمد لله داك الشيء العنب هو الحين دابا الفلاح دابا كاين هذيك المبادره التنميه البشريه دابا ديال الفلاحه وداك الشيء المجال الاخضر كاين المهم كاين الانتاج وهو الجوده ما بقاش فيها هذيك الجوده على قله المياه دابا حيت دابا المياه ما كاينش الماء كما تيقول ما كاينش الماء الحلو يسقوا بالابار كاين الابار اللي مسوسه كاين اللي ابار دابا اللي مسوسه فين جيتنا واحد تارودان طوب بالرحيل كاين ما كاينش الماء اللي غادي يعطي ديك العنبه يعطي ديك المذاق ديالها بحال الشكل دابا ديال الدلاع الدلاع ما حلاش حلو الدلاع كاين واحد البرودوي تيسقوا في الكوتا كوت يديروا بحال الكوتا كوت باش يديروا لك الدلاعه حلوه هذا هو هذا في الخبايا ديال هذا الشيء هذا الشيء ما كيعرفوش لا الشيء مازال ما تيعرفوا الموضوع حيت ما تيسولوش كون تيسولوا على هذا الشيء ودخلوا يعمقوا في هذا الشيء غادي يعرفوا واش كاين لان كل
دابا كاين عندك الدلاح دابا الدلاح ديال دابا ديال علينا هو الدلاح كاع المليح كاع كان الدلاح ديال شيشه هو معروف ناط زاكوره حتى قلداتو يعني سرقات منه الحرفه زرعاتو زرعاتو صدق ليه مليح ناط الثاني طاطا ناط الثاني طاطا زيد داخله وزيد هقه وزيد كاع دوك النواح اللي يديروا دوك الدلاح كاع يديروا الدلاح وصل دابا الدلاح حتى لموريتانيا وحتى للمالي ولا مغاربه تيف الحوت تما ولا بي تيف الحوت تما يعني داك الشيء ما بقاش كما كان في الاول كانت السلعه كانت السلعه دابا كانت كانت قيه بالحلاوه ديالها وكان المليح دابا وما بقاش داك الشيء استعد بعد انت بنادم ما بقاش كما كان دابا بنادم تو انت بنادم ما بقاش كما كان حساك الخير ديال الله حساك الحمد لله الخير ديال الله او الحمد لله هو الاجواء زوينه نبي ما تنزكان والسلعه موجوده ولا علم حنا ما ديناش اليوم رجع في الله حصلوا علينا اليوم 7.7 دراهم والسوق هو اللي يبغي والسوق هو اللي يبغي باغينا بار الفرانك نجي الواقع الوكال باغي الفرانك الله يحسن الهوا الوكال مسكين راه ما بقاش على القدره الشرائيه ديال داك الشيء ودابا حنا اليوم ما غادي السوق دابا حنا ما دينا عنب دينا اليوم واحد البلوك والله يجعل البركه والد ديالنا وهاني ماشي مشكل